السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل أصحابنا وأحبابنا في قناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله النهاردة معنا مقطع قصير وسريع، بس ما تنسونيش في اللايك يا أحباب والشير قبل أي شيء. طبعا احنا بقالنا فتره مش عارفين نتواصل معاكم خالص، طبعا ضغط الشغل وللاسف مش عارفين، والله معانا تصوير كتير، معانا فيديوهات كتيره وللاسف ده منها طويله، مش قادرين نتواصل معاكم خالص. بنتمنى بس ان ربنا يسهل، ان اليومين دول الموسم زي ما حضراتكم شايفين وعارفين طبعا. فالنهارده قلت برضه اتواصل معاكم لان بقالي فتره ما اتواصلتش، فقلت اجيب مقطع قصير كده لسرير، سرير 150 سنتي بشكل ظريف ليزر. طبعا اللي في الاطراف ده فورم ليزر معموله فضي، والقطعه اللي في النص دي تنجيد، ده معمول تنجيد بشكل ظريف كده وبسيط وسيمبل. السر طبعا شكله جميل جدا، اللون الفضي طبعا ده لون فضي مش ابيض، يعني هو طبعا في التصوير جاي ابيض لكن هو فضي، فضي مع البيتي، اللون البيتي مع اللون الفضي بيبقى جميل جدا وتحفه ما شاء الله، يعني متناسقين مع بعض جدا وشكلهم حلو وبياكلوا مع بعض جدا. طبعا ده سرير تاني برضو 150 نفس الفورمة، بس الزبون محبش التنجيد، قال لي مش مفضل التنجيد، طبعا عملنا له فورمة في التحت برضو عشان يبقى شكله بسيط كده وحلو. مستني طبعا رأيكم وتعليقكم برضو لو في أي شيء برضو إن شاء الله. إحنا بس يعني منتظرين نخلص ضغط الشغل اللي معانا، لأن والله مش فاضيين خالص نعمل معاكم فيديوهات، معظم الفيديوهات اللي معايا طويلة ومحتاجة وقت، فان شاء الله برضو بنحاول نتواصل معاكم بفيديوهات قصيره لغايه من ربنا يسهل ونخلص الموسم اللي معانا ونحاول نتواصل معاكم ان شاء الله. بقى لي فتره ما اتواصلتش فقلت ايه اتواصل معاكم بفيديو سريع كده ان شاء الله يعني. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.